قدمت بها كتلة تأتيلاف كرامة تتعلق بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمه في حق بث الاستعمار المباشر. التصويت على اللائحة حسب 77 مع 46 احتفاظ وخمسة رفضوا. من جهتها حركة النهضة في نفس الإطار أصدرت بيان أكدت من خلاله رفضها القطعي وإدانتها لكل أشكال الاستعمار لمثل جريمة إنسانية وانتهاك لحرمة الدول والشعوب وإدات نهب للثروات واستغلال المقدرات. كما عبرت على قلقها من طرح مثل المبادرات الهامة والحساسة دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية دون تحقيق توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها بين مكونات المشهد السياسي والمجتمعي اللي حولها إلى مصدر خلاف واستقطاب رغم نبل أهدافها. هذا شدت حركة النظف ببيانها على ضرورة التنسيق مع رئيس الجمهورية في مثل هذه المبادرات التي تتدخل في صميم اختصاصات وصلاحياته خاصة في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد على وقع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لوباء كورونا اللي يطلب مزيد التعاون مع كل شركاء تونس دون استثناء. والله هو شيء المؤلم الحق باش اليوم تخرج معلومة مفادها أن التوانسة يرفضوا باش يدينوا الاستعمار. يعني هذه المعلومة اللي توصل للعباد en fin de compte ما يدخلوش في التفاصيل، لكن كذلك الغباء في تقديم الدوسيات والحسابات الضيقة وعدم الالتزام كذلك بنواميس الدولة في طرح المسائل ممكن إلى يؤدي لهذه المطبات. يعني قل ما تلقى في التاريخ إنسان يدفع لك على الاستعبار، يعني نس كل ثم إجماع يمينا ويسارا ووسطا وغيره وأنه الاستعبار حاجة مشو مخايب به، وحتى هم الاستعماريين فيهم ناس اليوم البلدان اللي كانت استعمارية فيهم ناس عند خاصة المثقفين متاعهم وجامعين وغيره قلوا الاستعبار كان مصيبة. وشفنا ماكرون قبل الحملة الانتخابية ولا أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية مشى الجزائر وقال معناها جرائم حرب عملناها في الجزائر، لكن القضية توا لهذا يحضر في لائحة. أنا غدو نحضر لائحة من أجل نحب نرجع مسينسة ملك، الآخر يعمل يحضر في لائحة من أجل وأنه العاصمة في جنوبها. مهرجان لوائح ولا مهرجان ولا مزايدات مش حتى في ثم حس الدولة. ثم الدولة يا أخي رئيس الجمهورية صحيح هذا باش نقول لك خويا رئيس الجمهورية توا يقول صلاح يا أخي علاش ما خدخ ما خرجش يتكلم رئيس الجمهورية سفيان هما قالوا إعلام في القانون خاطر ثم فاي كبيرة هذه اللوائح توا كل واحد باش يعمل لك لها واحد باش يعتبر لك هذوما مجرمين والاخر باش يعتبر لك الاخرين متفاهمين والاخر باش يرجع لك معناها التاريخ باش يقول لك وقت البيات جد وفك بك وسكر القبيلة فلان اجا نتعاركوا والاخر باش يرجع لك معناها العصر البيزنطيين. يعني بكل صراحه ثم دوله احنا شفنا في قضيه الكورونا تونس فاش ظهرت؟ ظهرت بلاد عندها ادوات ضبط ثم مقاومه الدوله. شنو هي مقاومه الدوله؟ مقاومه الدوله هي ثلاثه ولا اربعه، اولا مساحه جغرافيه، ثانيا سلطه قائمه، ثالثا شعب بيان سور شعب قبل كل شيء ووطن ثم سلطه قائمه، ورابعا ثم البعض يزيدوها يقولوا امكانيه ربط علاقات على مستوى الدولي. اليوم احنا ماشيين في منطق قبيله ومنطق جماعه نتعاركوا وانا ضدك انت دونك نعبث بمساله كي هذه مسائل كيما هذه حاجه اخرى انا راه يمكن اكثر حاجه تزيد تضر باللي قاعد صاير وتعمق هو مساله وانها قاعده تتعدى في اللايف على على التلفزيون الوطنيه الثاني. معناها ناس ولات وكانها في حمله انتخابيه تتوجه لناخبها هاني انا عاركت فلان هاني انا سبيت فلان هاني انا عملت فلان هاو لو شو معناها بوليتيك اكثر منه معناها تو تاكد نهار اللي ما عادش تتعدى الجلسات هذيا سوف تبدا سيليكسيوني تو ما عادش يتكلم انا معك في هذا خاطر ما حاجات اليوم في علاقه تمس بالسياسه الخارجيه تمس بمساله الامن القومي يا اخي ما تناقش على الهواء مباشره على مرأة ومسمع من الجميع. احنا شفنا حتى مثال الجمعه اللي فاتت ثم لجنه من لجان حول قضيه البي اف تي طلب الوزير مع جماعه اللجنه من حقهم يقول لك نخليوها معناها مغلقة نعم ثم مسائل أسرار الدولة وما تخرجش وما تمشيش وما تتحركش وتبقى معناها طي الكتمان وتفق عليها العباد الكل مش معناها راه تعمل في حاجة مشومة. يعني تونس كي كانت تساند في حماس وقت بن علي والشيخ ياسين كانوا يعاونوا فيه نهار اللي مات معناها حازين في كارتاج علاش خاطر ما تجمش تخرج هذايا بعد يولي السلطه الغاصبه الصهيونيه تقول لك تونس تساند فيما يسميه هما بالارهاب وغيره وهي قضيه وطنيه يعني قضيه حماس ولا كل ناس وطنيين يدافعوا على بلادهم. يعني ثم اشياء في ناموس الدوله ما تتعبش بها حتى في البيجي لو ثم بيجي كاس نوار عند الرئاسه وعند الخارجيه وعند الداخليه وعند يعطيو يخدموا بها حاجات وحتى حد ما يعرفش ويتحاسبوا فيما بعد. يعني ثم اشياء تاع ناموس الدوله تو اليوم محلاها احنا رافضين ندوا بالاستعمار تو هكا
ككلام هذا، انا مانيش طرف في النزاع هذا، لكن كما قلنا من البارح جماعه ائتلاف الكرامه كنتوا تنسقوا وتقرتوا مع بعضكم، ما هما قالوا على عبير موسي وقت قدمت القرار اللي قالوا يدين طرف بركة وقالوا اقترحنا عليها اجا نوسعوا ونعملوا معناها، هما اقترحوا عليهم كذلك التوسيع، وانت نفسك البارح كنا مقرين وانه مش باش تتعدل هذه، دونك ما تعدتش وجهه التوانسه الكل. لكن كذلك اذا كان انت ما اعطيتش المقومات اولا، ثانيا تستعمل اعتباطيا حق مشروع، تو انت مثال القاضي يقول لك عندك الحق باش تخرج من شباكك كل يوم، اي وتطل هكا بعيد 400 متر على جارك، تخرج انت تولي اربع سوايع واقف في النهار وهاك مره بمايو، هاك مره تعيط كيما تارزون، وماك تعمل مشكله، هو حق لكن سي ان ابو في الحق نتاعك، دونك اليوم. وكذلك انا لاحظت، شوف تو كي كان يا سيدي ناخذ عبد الفتاح مولو، ما صارتش هكا. كي كان سي محمد الناصر ما صارتش هكا، يعني عبد الفتاح مولو قدامه 15 من الجبهه الشعبيه وقتها، ما صارش هذا. راشد الغنوشي تحس بانه عاجز على اداره شؤون البرلمان، كي شد النواب بتاعه يمكن الامور تولي خير. البارح هو نفسه قال ما سمعتش اش قال بيسال الخياري اللي قاعد وراه، معناها قاعد يقول له قول هكا وصلح هكا وغيره، يعني ماهوش مشغول باش يقود هذا البرلمان، مش معناها راهو ينقص منه، يعني سمع اشخاص تنجم تتكلم في الخفات، ثم ناس تنجم تخطط في بيروات، ثم ناس تنجم تكون ميدانيين، ثم ناس ينجم يقود اسومبلي جينيرال، ثم تلقاه مفكر كبير ما يعرفش يتكلم كي تطلعوا فوق حجر سقراط، ثم ممثل كبير حطوا قدام ميكرو نتاع اذاعه ما عادش ينجم يتكلم. يعني مش الانسان يحب يكون كل شيء في المره. انا نرى ثم قواسم مشتركه بين الجميع، وتتمنى الصوره اللي واصله للشعب هي نقم عليهم كل بالضبط، مش على ناس دون ناس. اليوم نلقاو حلول باش هلابو هذايا نتاع المسائل اللي يخولها لك القانون ما نستعملوهاش، ثانيا نتفقوا على نواميس الدوله. ما غدوه يجي واحد يقول لا يا سيدي نعملوا بيان ونقولوا احنا ما عادش في المغرب العربي والجزائر، الدوله اللي حاسينها في الفتره هذه كل واحد يخدم ينهش وحده، ولا كل واحد يخدم وحده. اليوم مثلا نسمعوا انه فما كلام، نسمعوا انه مثلا السيد رئيس البرلمان سعى في اكثر من مناسبه وانه يقابل رئيس الجمهوريه للتنسيق معاه في حكايه اللائحه هذيا، وفما حديث يتقال بانه قيس سعيد ما حبش، فما الحديث هذا يخرج. شو انا نقول في مسائل كما هذه، رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ورئيس البرلمان مفروض يقعدوا يحكوا مع بعضهم، يعني حتى شي تاتيت نو ريفيان با ما تبقوش، اما احنا ثلاثه معناها شادين اجهزه اساسيه، هذاك رئيس الدوله ككل ورئيس الجمهوريه، داخل رئيس حكومه، داخل رئيس مجلس النواب، ينسقوا في المسائل هذه. والعنطريات اللي يعملوا فيها بعض النواب كما قلت باش تخاطب انت اربع من الناس من قواعدك مشغول وتدخل في انتخابات تنتصر وتعمل مشاكل كبيره للتوانسه اللي موجودين في فرنسا، وللتوانسه الموجودين في ليبيا، وللتوانسه اللي موجودين في بلايص اخرى، الحق الاقتصاديه تشتم كذلك في الافديل نتاعك. انا مع راهو نطرحوا قضايا، وقلت مانيش ضد، وانه نطرحوا قضيه الاستعمار والموقف منه، اطرحها بمساله مؤسساتيه في اطار نواميس الدوله في اطار كذا، علاش لا؟ تنجم تطرحها. لكن يا اخي اليوم دخلنا في المرحله العبثيه، ودخلنا في مرحله باستا، انا نحطك مينوريتير وتظهر في مشهد معناها كاريكاتورال، ونمركي عليك بونتو، ونسينا الاساسي اللي هو المسحه العليا والفضله للوطن. والوطن كما قلنا هو الشعب وكذلك السلطة القائمة، وهو في نفس الوقت كذلك التراب بتاعنا الوطني ومياهنا الإقليمية والدولية. هذايا يلزم الناس يجبدوا منه درس مهم باش في المستقبل نعرف كيفاش تعاملوا. ويا اخي انت رئيس الجمهوريه يا سيدي ترفع على الخلافات اللي بينك وبين غيره، يا اخي البيجي كان يبعث جماعته، سامحني ومن حقه، المرزوقي كان يبعث جماعته، قالك في الفتره اللي فاتت انا ياكد لي معناها البارح الاعلامي كامل بن يونس كان حاضر معنا وياكد بانه فرنسا كانت تستنى في وفد باش يمشي رئيس الجمهوريه ووفد من رجال الاعمال ووفد من المستشارين في زياره الى فرنسا، والغيت الزياره دون حتى موجب من طرفنا نحن. هذاك في الدبلوماسيه سي تان كازوس بيلي، معناها حاله نتاع تعمل تخلق في حاله عدوانيه تتسمى. ما فماش علاش. في الدبلوماسيه مش كيما في العروسات، في الدبلوماسيه لا بارول فو اكت، تقول كلمه يعتبرها ملزمه حدث معين. دونك اليوم نعاودوا نرتبوا امورنا. الدوله هذيك اللي توا متراسها السيد معناها ايمانويل ماكرون، تحكي على فرنسا ولا على تونس؟ لا لا تونس. تونس معناها قيس سعيد. قيس سعيد. راهو الدولة هذيك شدها قبلك بورقيبة، وشدها مراد الثالث، وشدها المنصف بي، وشدها الأمين بي، وشدها صادق بي، وشدها الحسن، حتى مش مشكلة. هذيك الدولة التونسية أون دوا لاسيومي، ثم أشياء أون دوا ليزاسيومي، ديننا،
لغتنا وطننا دولتنا هذوما تدوى لاسومي. ثم انسان بلاش دوله، ثم انسان ما عندوش انتماء، ثم انسان ما عندوش هويه، ثم انسان ما عندوش وطن، ثم انسان ما عندوش مسخه كلاس، ثم انسان ما عندوش دين. هذيك حاجات اساسيه ومكونات فوندمونتال في الشخصيه وفي الذهنيه الجماعيه وفي الروابط. علاش الشعب التونسي مهما يصير فيه ما يدخلش الاقتتال الاهلي؟ لانه ثم رابط قوي، رابط الدين اللي ما عندناش طوائف نتعاركوا بعضنا، وروابط العائلات فيما بينها. يعني تاريخيا العائلات التونسيه تلقاها من بنزرق ومخه من بنقردان ودخل من بنقردان وعمه من ولا خاله من مجليسه ودخل مجليسه وبنت اخته باخذه في الساحل ودخل ماخذ من شخص. يعني ما عندناش هذه تاريخيا ثم تراكمات. اليوم بصراحه قاعدين نضربوا في هذا. فبالتالي رجاء منش كل يا اخي اذا كان راك ما عادش في حاجه سكران وما عادش في حمله انتخابيه، وحتى في حمله انتخابيه ثم كلام ما تسمحش نفسك على ذاك الكلام اللي يتقال والفعل ما يتقالش في الحزب السياسي. وقت اللي نشوفوا مثلا محمد خليل برعوم اللي هو المكلف بالاعلام وعضو مكتب التنفيذي لحركه النهضه شو يكتب سفيان؟ يقول نعيش على وقع البوز وسياسه البوز دون التفكير في مآلات القضايا والامور. نقسم المقسم ونجزئ المجزئ ونكرس الاستقطاب ونغذي النزاعات والاحقاد. حتى القضايا الوطنيه الجامعه جعلناها محل نزاع بسبب سوء التقدير في الوقت والظروف والسياق. تونس وكل تجربتها في خطر سياسي وأيضا على حافة الإفلاس الاقتصادي بعد الكورونا. في ظل رفض رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية إبداء الرأي في أكثر من موضوع حساس وفي دائرة اختصاصاتهم، والنهضة التي وقع افتكاك مبادرة الحكم من يدها ويراد لها أن تتخلى عن رئاسة البرلمان في نفس الوقت، يجب أن تحمل على ظهرها كل الأعباء الثقيلة وتعبر بها الواد لعلها تصل منهكة أو لا تصل إلى الضفة الأخرى فتتحقق من البعض. كلوا الهندي بيديكم، ما فماش هندي مقشر، ومصلحة تونس مش لعبة وشعار في حملة انتخابية. متفقين، هذا يقول هو كلام كهذا، لكن كذلك المطالب أنه رئيس البرلمان يمشي يدق البيبان ويدق باب رئيس الجمهورية. هاو قالك ما حدش يقابل هذا مثلا تو سرحان الشيخاوي اللي هو صحافي يكتب، قال معناه يكتب ويقول أنه فما عديد المساعي من قبل رئيس البرلمان يمشي قابل رئيس الجمهورية ويحكي معاه على اللوائح هذه، ولكن فما رفض والعهدة على من نتحدث. لا أنه رئيس الجمهورية تكون عندها بيان سور العهدة على مداواه سرحان إلى تريبي نفرمي ويعرف المسألة هذه ومقالته عادة دقيقة، هو شاب أحترمه جدا. نرى وأنه يلزمنا نتجاوزه لأنه هذه الوطن الأم راهو ستالين نهار يدم عليه هتلر خلى الجنرالات نتاع القيصر وقال لهم باش تحاربوا، قال لهم ما نحاربوش معاك انت شيوعي، قال لهم راهو يدم علينا هتلر، اها قالوا له وحاربوا معاه، ومن بعد حاب يعطيهم من واش طيشوهم له قالوا له الحبوسات ورجعوا لسيبيريا. يعني دي جينيرو كيما كولتشاك ودينيكين وجماعه خدموا في ضد، لانه لا مير باتري هذيك الام الوطن الجامع بيناتنا الكل ندافع عليه. انا من وجهه نظر هذه ما نجمش نصطف مع حد ضد حد، لكن نقول على الاقل ثم نقص واضح بين اولا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب في اللقاء فيما بينهم والتنسيق، وقل ما تراهم مع بعضهم، كل مرة ترى ساعات ان كوبل منهم قاعد يحكي مع بعض. ثانيا ثم نقص في الائتلاف الحكومي في الحوار فيما بعضهم. ثالثا ثم تقاسم يكاد يكون بطريقة ديمقراطية ما بين ظفرين لكافة ألوان الطيف للعبث بالمصحة العليا للبلاد ولهذه المؤسسات. ارفع رأسك يا أخي أنك في تونس، واليوم هاو بينت اللي دول أغنى منك بمليان ملايين المرات ما عملوش كيف كنت. عندهم شركات نتاع طيران كيما لفتنزا وكيما الفرنس وكل شيء، ما عملوش اللي عملته الشركات التونسية على الأقل في إجلاء الرعاية نتاعنا بأسواب معناها ما كانتش غالية في الإجلاء أو كذلك بالتطوع لبعض الشرع. عندنا شوية طب وعندنا كنا خايفين ل 400 و 500 سنين اللي لميناهم بالعام الخاص واحد في الاخر ما فصلناش في اقصر فترات عندنا 40 سنين معناها نتاع انعاش. علاش؟ على خاطر تونس دوله سيفري ما عندناش تو امكانيات في ازمه، لكن عندنا كذلك شعب واعي، عندنا مستوى ثقافي ذهني باهي، عندنا طب باهين، عندنا فرمليه باهين، عندنا كذلك اداه ضبط، عندنا الاعلام كي يتحرك ويقول المواطنين اعملوا كذا يوصل الميساج. ولاحظناه التوانسه كانوا منضبطين بشكل رهيب في الفتره نتاع الكونفينمون، واذا كان انتصرنا معناها انتصار لا محاله مستحق، هو 90% و 95% انتصار لحد الان، راهو بفضل التوانسه الكل، حتى واحد ما يزيد عليه. عندنا امنيين رابطوا، عندنا جيش، عندنا تاكسيات خدمت، عندنا ناس ضحات، عندنا خدام عطاو فلوس، عندنا رجال اعمال عطاو لل 18، يعني حتى حد ما ينجم يجبد ليه. مش من بعد ما انتصرنا نعاودوا نرجعوا الى التشرذم نتاع قبل نتاع لو ديمون دو نوميد ونتقاتلوا فيما بيننا وغيره. دونك اليوم مفروض الرئاسات الثلاثه وحده دولنا كاعلام بيان سور باش نشيلوا هذا، يا اخي نسقوا فيما بينكم، ما يعجبكش ما يهمكش، خذ لو بوست انت تتعامل. شوف ثم واحد اسمه جاك بيلان اللي خدمه
ميتيران جاك بيلان وجاك سيغولا نهار خدم مع ميتيران وبعد خدم مع شيراك. هذا ايش قال عليه؟ قال عليه ميتيران كالكولو ما لا رقعة معناه. هو عنده انترفيو بركة عملها في حيته مات هو. قال له شوف أنا راني نخدم الرئاسة ما نخدمش الرئيس. رئيسي ما نخدمش أشخاص من البلاد. مارجو سير لا بريزيدون. هذيك المنطقة. كما الأمني اللي يقول لك أنا عقيدتي جمهورية. المؤسسة. رئيس جمهورية نحافظ عليه ولا كذا. ما يهمنيش شيء. يمشي فوتي ضده ويمكن ولا فوتي مع هذيك حاجة أخرى. دونك هذاك اللي نرجعوا له توا بربي ثم قسم مشترك بيناتنا التوانسة الكل. عندنا احنا على خلاف ماناش نزايدوا. أما على خلاف العراق وسوريا واليمن وليبيا هذيك اللي ما تعجبوش حاجة يشد مدفع يجيب طيارة يجيب دبابة يجيب دولة أجنبية يطعم بها على بني جلدته. احنا عندنا انتخابات على الأقل. دونك اليوم يبارك فيكم هاو الدروس هذه استخلصناها نهباو شوية راهو كذلك. أنت يا أخي مع شكون يا سيدي اعتبر علاقتهم عدائية؟ لو تعمل السلمة مع عدو مش زاد كان أنتوما تعملوا هكا ما يمش يعملوا الناس في الشوارع يذبحوا بعضهم بالضبط. وانت تعرف تلقى عندك في الحومه اصدقائك هذا بالبوك والاخر من بار اكزومبل تلقاه من الطيار والاخر من النهضه وتشربوا قهوه مع بعضكم وتحكيوا وما تتفقوش وتختلفوا كل شيء وتفدلكوا بالسلامه. يعني علاقه في العائلات موجود في الحوم موجود. يعني ما نوصلوش لهذا لانه جرينا الدوله الى مربعات بدائيه الى مربعات بدويه بدائيه الى مربعات العصبيه الخلدونيه اللي يحكي عليها. احنا الان تحت الخيمه الوطنيه خيمه الدوله. انا نعتبر الغلطة نتاع قيس سعيد ورشيد الغنوشي ورئيس الحكومة والغلطة كذلك نتاع الائتلاف الحكومي. يا تتفاهموا مرة واحدة يا تلقوا بالسلامة كل واحد يمشي بالضبط. أما تقعدوش مع بعضكم وانتم تعملوا في جيليا ضد بعضكم ونشوفوا واحد من الكتلة الحكومية قاعد بحض جماعة عبير موسي وواحد من الكتلة النهضة يفوتي ضد طيار الكرامة وجماعة من الكرامة متحالفين مع واحد مقوش ضد النهضة اي سيدو سويت يا اخي وضح حمر يزينا فدينا. وكما قلت انا جو سي بول شعب انا حقي اديرهم في الواحد في التلفزه الثاني. ثانيا اعملوا شان وادفعوا من فلوسكم تو تشوف فلوس المجموعه الوطنيه ماهيش فرنسا مستعمله شان بارلمونتير وما كانش يخدم فيها من اكبر الصحفيين مازال حي جون بيير كاباش وما ادراك كان يخدم في شان تفرجوا فيها 800 واحد لكن ستون شان وجهه رئيس وجهه رئيس المعارضه وغيره. احنا بفلوس الشعب يعني المؤسسه الوطنيه بالكا نتاع التلفزه الوطنيه وعندنا زوز تلفز زوز بالكين يعني نعملوا معناها نسميوها لي سومنول مع بعضهم ونزيدوا من بعد نخليوا عارك 20 ساعه والناس قاعده تتفرج وديكوتي وتفد والناس الكل ما ثماش انسان عجبته اللعبه وبالتالي يكتب هو النطق الرسمي باسم النهضه لكن نقول له كذلك انتم في النهضه اعرف كيفاش تمدوا ايديكم وكذلك رئيس الحكومه يعرف كيفاش يمد ايديه والائتلاف الحكومي افرضوا رواحكم والا حلوا هذا الائتلاف وخلي الناس تعرف عليه. بوادر الانشقاق داخل الائتلاف الحكومي واضحه وبدات تتجلى خاصه وانه اليوم فما تصريحات على اساس وانه راه التصعيد اللي صاير بيناتهم تمهيد لبعض الاطراف خروجها من هاتها الحكومه. الى فاصل راجعين الاستقبال.